يقول السائل: ما حكم صلاة التسابيح؟ صلاة التسابيح لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في سندها مقال كثير يبطل الاحتجاج بها بالسند، وأيضا هي مخالفة للصلوات المشروعة، هي مخالفة في صفتها للصلوات المشروعة، لأن فيها القراءة في الركوع والسجود. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وهي فيها قراءة وفيها صفة غريبة مخالفة للصلوات المشروعة. الصلوات المشروعة ولله الحمد فيها غنى وفيها بركة، إذا حافظ عليها الإنسان، صلاة الضحى، صلاة الليل، الصلوات المطلقة، صلي الإنسان إذا تيسر له من ليل أو نهار يصلي نوافل على ما ورد بالصفة الواردة الصحيحة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما أننا نبحث عن الأشياء الغريبة ونظهرها وهي غريبة ومخالفة للمشهور من ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا غير لائق. نعم.